بين الانقاض وتحت تسميات مختلفه اختبأ تنظيم القاعده في محافظه ابين واراد خلال عقد ونصف ان يجعلها منطلقا لهجماته وملاذا لهروبه ولعل عام 1998 شكل الظهور العلني الاول للتنظيم في تلك المساحات حين اقدم على قتل اربعه من الاجانب ومنذ ذلك التاريخ فقدت أبيا هدوءها وانخفض منسوب الاهتمام بوديانها ودلتاها وتحول الكثير من أهل تلك الوديان إلى نازحين وفارين من تهم الإرهاب وأحكامه تم استخدام العناصر التابعة لتلك التنظيمات لتحقيق أهداف ومآرب سياسية وتركت لهم مديريات وأسلحة وبرز ذلك بشكل جلي في العام 2011 فحين هتف الشباب بثورتهم في العاصمه صنعاء تخلت السلطات عن دورها في تامين انحاء مختلفه من ابيان وتلاحقت الانسحابات لصالح المتطرفين وتركت خارطه المدينه لخيالات من اطلق عليهم الاهالي ملثمو الدراجات الناريه شن الجيش فيما بعد حملة ضد من اصبحوا يمتلكون اسلحة ثقيلة ومواقع محورية واستغرقت الحملة شهرا كاملا ففي العام 2012 هاجم الجيش من اصبحوا ممسكين بتفاصيل المدينة وطقوس اهلها وتمت استعادة المدن الخاضعة لسيطرة المسلحين في زنجبار وجعار وتراجع المسلحون الى محافظة جبوة لكن بعد ان فقد الجيش 78 من افراده وعددا من الياته ولم ينظر لتلك التضحيات بعين الاعتبار فقد سلمت مواقع تم تحريرها من عناصر القاعده الى عناصر من ميليشيا الحوثي التي وفرت مبررا كافيا لاستعاده تنظيم القاعده ما فقده وهو ما يجعل المهمه معقده امام الجيش الوطني المدعوم بطيران التحالف والذي بدا في مهمه يقول كثيرون انه لا وقت لتاجيلها.